منظمو التظاهرات هددوا بالاعتصام في حال لم تستجب رئاسة الوزراء ووزارة الكهرباء لمطالبهم، وأكدوا أنهم باقون حتى يتحصلوا على حقوقهم المسوفة منذ 13 عاما، والتخلص من الظلم الواقع من الحكومة على شريحة الأجراء اليوميين. فنشاهد. ظلم كبير على أجراء وزارة الكهرباء. هذا الظلم وقع على الأجراء منذ أكثر من 13 عام. ولحد الآن التسويف والمماطلة. اليوم أنا أجري أن يجري في وزارة الكهرباء وليس في المنطقة الجنوبية، أن هذا هو مقدمة الرمح. وإذا لم تستجب رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء ووزير الكهرباء، أقسم بالله وبما أعبد بالتوراة والإنجيل والقرآن أننا منظمون، وبحالها سأدعو إلى اعتصام مفتوح لكل محافظات العراق هنا في بغداد.